هنتكلم النهاردة بإذن الله على موضوع مهم قوي من العناصر الأساسية اللي لازم تكون على علم بيها وفهمها كويس قوي خلال كورس السيرفيينج بإذن الله. الموضوع هو اللاند سب ديفيجن أو تقسيم الأراضي. تقسيم الأراضي طبعا كلمة أكيد سمعناها بشكل كبير قبل كده، وأول حاجة تيجي في دماغنا أنا تقسيم الأراضي بحتاجه إمتى؟ تقسيم الأراضي بحتاجه مبدئيا ما قبل طرح الأرض لل بيع للناس. طب انا دلوقتي حابب اطرح الارض بتاعتي للبيع وعايز الناس تيجي تشتري الارض بتاعتي، طب ما انا لازم اضع شويه اعتبارات عشان خاطر اللي هيجي يشتري الارض بتاعتي يقتنع اللي هو يشتريها، ومش عشان كده بس، عشان اعرف ابيع كل الاراضي بتاعتي لازم اضمن ان كل ارض لها ما يميزها واللي هيجذب حد اللي هو يجي يشتريها. طيب امتى تاني هل تقسيم الاراضي بيتم فقط ما قبل عمليه بيع الارض؟ ممكن اكون انا اشتريت الارض بتاعتي وبعد كده هوت انا بحتاج ان الارض ديت اوزعها على كذا حد تاني. اقرب مثال او اسهل مثال للكلام دوت في الميراث. لو واحد كان مالك ارض وعنده مجموعة ابناء وبعد موته الارض بتبدأ تتقسم عليهم، طبعا هبدأ حتى قطعة الارض اللي اتقسمت بشكل مبدئي زمان قبل بيع الارض هبدأ أقسمها تاني في حالة إن الأبناء كل واحد عايز جزء الأرض بتاعه خاص بيه، فطبعاً أبدأ برضو أتعامل مع تقسيم الأراضي. لذلك تقسيم الأراضي هو أحد المواضيع المهمة جداً اللي لا يجوز اللي أنت تكون مش فاهم يعني تقسيم الأراضي، العوامل اللي مؤثرة فيه، إزاي أبدأ أقسم الأرض بتاعتي والاعتبارات اللي هاخدها معايا. كل ده بإذن الله هنناقشه معانا في الإيه؟ في المحاضرة بإذن الله ديت. طيب أول حاجة تيجي في دماغنا وانا بتكلم العوامل اللي لازم احطها في الاعتبار وانا بقسم الارض بتاعتي، اللي هي الفاكتورز افكتنج السبديفيجن اوف لاند عندي. بيقول لي اول حاجه انا ممكن افكر فيها هي اليوتيليتيز او المرافق بتاعتي. المرافق بتاعتي يعني ايه مرافق؟ المرافق دلوقتي اديك مثال، لو انا عندي مشروع طوله مثلا في حدود 3-4 كيلو، وال 3-4 كيلو دولت ممكن الويتس بتاع الارض بتاعتي في حدود 200 متر 300 متر، فهي الشريحه لو خدت بالك هتبقى شريحه طويله في اتجاه معين وفي الاتجاه التاني هي اقصر منه بكتير. طيب لما تيجي تقسم الارض، لو انا عندي طريق واقع مع الطول الطويل، هل يفضل لما اجي اقسم الارض احط الطول الطويل دوت في قطعه واحده وابدا اقسم الارض من اتجاه العرض بتاعي، ولا أبدأ مثلا أقسم الأراضي بتاعتي بحيث إن أنا لو طول الطريق بتاعي 3 كيلو أبدأ أدي كل قطعة منهم 300 400 500 متر في اتجاه الطريق، كده أنا ضمنت إن جميع القطع اللي أنا هبدأ أقسمها هي بتطل على الطريق. الكلام دوت يفرق في إيه؟ يفرق كتير جدا طبعا. هو أنا دلوقتي لما أروح أشتري قطعة أرض وتيجي تقول لي إن قطعة الأرض اللي هتشتريها هي واقعة على طريق رئيسي، دي حاجة طبعا فاكتور مهم قوي يخليني انجذب اللي انا اروح اشتري الارض ديت، لان انا مش هحمل هم بعد كده خالص ازاي هوصل الارض بتاعتي وازاي المعدات اللي عايز اوصلها هتخش الارض، وهل هحتاج اعمل مدق عشان اوصل ولا مش هوصل، وهل اصلا هعرف اعمل المدق، لان غالبا المدق دوت ممكن يكون هضطر اخش في ارض جار من الجيران. لذلك الموضوع في غاية التعقيد، انا اخلص من الموضوع دوت كله ازاي؟ اخلص من ان انا احط دوت في الاعتبار وانا بقسم الارض بتاعتي، احط ان انا اي قطعة ارض اضمن اللي هي ليها اكسس على طريق رئيسي او على الاقل تفريعة تاخدني من الطريق الرئيسي للطريق الفرعي على قد ما اقدر. طبعا في بعض الكيسز غصب عني لازم اللي انا هضطر اتعامل معاها، هلاقي قطعة الارض بتاعتي مرمية بلا مرافق، بس طبعا ده هيضرني وهيضر الراجل اللي هيجي يشتري الارض بشكل كبير، ولذلك في تسعير الأرض ديت أكيد هينزل سعرها جامد جدا. لذلك أنا مهتم اللي أنا أضمن على قد ما أقدر اللي أنا أوصل الطريق الرئيسي بتاعي أو أحد الطرق الفرعية للأرض بتاعتي. طيب إيه تاني اليوتيليتيز اللي ممكن أكون أنا بتكلم عليها؟ بتكلم على لو أنا عندي water sources. water sources طبعا مهمة جدا بالذات في الأراضي الزراعية. لو عندي أي مصدر مية كمثلا بير مية، ترعة، أي مصدر مية، تفتكر اللي انا اغلي ارض واحدة هي اللي ليها اكسس او هي اللي قريبة من مصدر المية، ولا
اوزع المصادر بتاعتي على مجموعه اراضي. لو انا عندي شويه ابار اغلي مثلا بير موجود في الارض دي، بير موجود في الارض دي، بير موجود في الارض ديت. لو انا عندي بير واحد موجود ممكن احطه ككمان بوينت بحيث ان الاراضي كلها تعرف توصل للبير بتاعي. كذلك برضو اللي هبقى مهتم جدا بيه برضو البامبس او محطات الرفع. محطات الرفع بتاعتي مهمه جدا، اللي هي عشان خاطر الري وتوصيل المية عامة للأراضي بتاعتنا، سواء أراضي زراعية سواء أراضي قابلة للبناء. فالكلام دوت كله مهم جدا، إن أي مرافق مش كده بس خد على مقياس دوت بقى. طبعا خطوط كهرباء، أنا ما يكونش عندي مساحات كبيرة جدا من الأراضي جزء منها واصل له كهرباء والجزء التاني مش واصل له كهرباء، أكيد اللي أنا عشان أطرح الأراضي وأضمن اللي أنا هاخد أعلى سعر فيها كواحد بيطرح الأراضي، لازم أكيد أضمن إن أنا الأراضي كلها فيما يجذب العميل اللي هو يجي يشتري الأرض ويستثمر في الأرض ديت. طيب المرافق اتفقنا إن هي عامل مهم جدا، إيه تاني من العوامل اللي ممكن تخش معايا في الاعتبار؟ بيقول لي الأريا ريكوايرمنت. الأريا ريكوايرمنت موضوع مهم جدا، ولما أتكلم على الأريا ريكوايرمنت هبدأ أقول لك المينيمم والماكسيمم ليميتس اللي أنا بتكلم عليها. يعني إيه المينيمم والماكسيمم؟ المينيمم والماكسيمم يعني اللي انا ما تجيش تقلل لي مساحه ارض من الاراضي عن رقم معين، او ما تجيش تزود لي ارض من الاراضي على رقم معين. هي دي هتفرق في ايه؟ عشان توصل لك الفكره، انا هبدا معاك بسكيل اقل شويه من الاراضي ممكن يكون واصل لدماغك بشكل افضل، وهو سكيل الريزيدنشال بيلدينج العاديه اللي هي المباني السكنيه اللي بيعملها واحد بيبني عماره على مسطح. هنتكلم مثلا 400 متر مربع، عمارة صغيرة مساحة العمارة 400 متر مربع، وعايز يبدأ يقسم الأدوار المتكررة بتاعته على مجموعة شقق. تفتكر أنه أفضل اللي هو يقسم الشقق بتاعته لأربع شقق 100 متر مربع، ولا يقسم الأربع شقق بتاعته شقتين 150 وشقتين 50؟ هتيجي تقول لي لما يقسمها شقتين 100 متر مربع اعتقد اللي هو هيعرف يبيع الاربع اشواق بسهوله جدا، لان سهل قوي ان حد يجي له 100 متر مربع عبال ما يشيل الحاجات الخدميه، السلالم والردود والمناور والكلام دوت، هترسيله على 80 70 80 متر مربع. شقه صغيره ممكن تكون كافيه لناس كتيره قوي، وسعرها مش هيبقى عالي، فتبقى جاذبه للناس اللي هي تيجي تشتري. طيب لو انت بقى خدت لي الحل التاني وعملت لي شقتين 150 وشقتين 50، الشقتين ال 150 هيتخطفوا، الناس هتجري علشان خاطر تاخدهم. لكن تعالى بص معايا بقى للشقتين ال 50 متر مربع. الشقتين ال 50 دولت انت عملتهم 50، عبال ما تشيل الردود والمناور والسلالم والكلام دوت كله هترسيلك على 30 35 متر مربع، ما اصبحتش شقه، اصبحت بالكتير قوي مطبخ وحمام واوضه صغيره، فما اصبحتش شقه، لذلك مش هينجذب ليها اي حد ومحدش هيشتريها، واصبحت انت كده بتهدر الشقق بتاعتك لان انت مش هتعرف تبيعها بعد كده هوت. لذلك انت الكلام دوت اللي انا شرحته لك على سكيل صغير، سكيل مبنى، طبقه على الاراضي. نفس الكلام على الاراضي، انت ما تجيش تقول لي اللي انا هديك قطعه ارض وانا اجي افكر طب انا قطعه الارض دي لو خدتها منك هعرف اصرفها ولا مش هعرف اصرفها، هعرف اعمل فيها مشروع ولا مش هعرف اعمل فيها مشروع، هعرف ازرعها وتجيب ايراد مقابل التكلفة اللي هصرفها عليها او يفوقها طبعا عشان اطلع مكسب، ولا مش هيتحقق الكلام دوت. لذلك الاعتبارات ديت لازم تاخدها في الاعتبار. وطبعا برضو لما اقول لك ماكسيمم لازم تحط في الاعتبار ان انت ما تكبرش قوي قطعة الارض، يعني لان مش كل الناس امكانياتها المادية هتعرف تسمح. انا بديك ابسط مثال اللي هي الناس لو انت كبرت لها الارض قوي هتطرحها بسعر عالي قوي، لذلك ما حدش هيجي يشتريها منك لانه هو برضو مش هيبقى ميسور ماديا قوي اللي هو يدفع تمن قطعة أرض كبيرة جدا، خصوصا إن هو مش هيحتاج كل ده، هو ممكن هيبقى عايز يعمل مشروع اتنين أيا كان اللي هيعمله، هو مش هيبقى محتاج المساحة الكبيرة أوي اللي هو اللي أنت طرحها له ديت. لذلك أنا مهم جدا عندي اللي أنا أراعي الـ area requirement اللي أنا عايز أقسم عليها. طيب إيه تاني عندي مهم وطبعا لسه متناقشين معاه ومش هنتناقش فيه كتير لأن إحنا ناقشناه ممكن في النقطة رقم 2 land price. طبعا تسعيرة الأرض بتاعتي مهمة جدا اللي أنا أكون حاططها في الاعتبار، سواء أرض زراعية أو أرض أنا هبدأ أعمل عليها شوية مشاريع سكنية أو أيا كان المشروع اللي هعمله عليها، مهم جدا إن أنا أحط تسعيرة الأراضي بتاعتي في الاعتبار وأنا شغال. طيب موضوع مهم جدا تاني اللي هو الـ benefits والـ usage بتاعتي. الـ benefits والـ usage
لازم قبل ما أبدأ أقسم الأراضي بتاعتي يكون عندي تصور مبدئي على الأقل، إن لم يكن تصور كامل أنا هعمل إيه في الأراضي ديت. أنا لازم أكون عارف في الأراضي اللي أنا هبدأ أطرحها للبيع والناس هتيجي تبدأ تتنافس اللي هي تشتري الأرض بتاعتي، أنا هبيعها ليه؟ هل أنا هبيعها عشان خاطر ناس مستثمرين هيبدأوا يعملوا مصانع عليها؟ طب أنا لو عايز أبيعها لحد هيجي يعمل مصنع، هينفع اللي أنا أديله قطعة أرض صغيرة ما يعرفش يعمل عليها المصنع بتاعه؟ وده مصنع يعني مش مجرد مبنى بس، مصنع يعني فيه حاجات كتيرة جدا حوالين المصنع ده، مصنع ده فيه سور وفيه بوابات وفيه طرق داخلية عشان خاطر يعرف ينقل، وكرينز وحاجات كتيرة قوي لازم اللي هي تبدأ تتاخد في الاعتبار. لذلك على الأقل مثلا ممكن أقول إن الفاكتوري أريا طالما أنا هعمل مصانع هيبقى قطعة الأرض ما تقلش عن 4000 متر مربع. لو أنا قللت عن كده كده المستثمر هيبقى عارف إن هو لا يجوز او مش محبب ليه اللي هو يستثمر في قطعة ارض حاسس اللي هي ضيقة، ممكن يروح يدور على حاجة تانية. احط دوت في الاعتبار لانه موضوع مهم جدا جدا عندي. طيب ايه تاني؟ نفس الكلام للمباني، لو انا بتكلم على مبنى سكني ما تروحش تزنقه اوي في مبنى صغير يفك الدور بشقة شقتين بالكتير، لا هو احسن له اللي هو يروح يفك الدور عنده باربع خمس شقق كده، هو تبقى المشروع يبدأ يجيب ربحه بشكل أكبر وأكبر. لذلك في المباني السكنية مثلا يفضل تكون زادت على أو على الأقل ما تقلش عن 600 متر مربع، وهكذا الفيلل بتاعتي. طبعا أنا دلوقتي لو عايز أشتري فيلا ما تروحش تقول لي حاجة هبيع لك فيلا 100 متر مربع، ما هي برضو هي موجودة على فكرة المساحات الصغيرة في الفيلا لكن مش بتتباع بسهولة زي المساحات الكبيرة بشوية. أنا واحد معايا فلوس وعايز أروح أشتري فيلا خلاص ما ضيقهاش على نفسي وأروح اجيب فيلا صغيره، طب انا اجيب فيلا مره واحده تكون مساحتها كويسه شويه. لذلك كل دوت يكون ايه محطوط في الاعتبار وانا بقسم الاراضي بتاعتي. طيب عندي ايه تاني مهم اخده في الاعتبار وموضوع في غايه الاهميه ولازم ناخد بالنا منه جدا؟ المينيمايزيشن اوف باوندريز. وانا بعمل الباوندريز بتاعتي بتاعت الارض لازم اكون حاطط في الاعتبار اللي انا هيبقى عندي كورنرز للارض بتاعتي او الشكل خارجي اوتر بوردر. الاوتر بوردر بتاعي يفضل ان هو يكون ستريت بيتر ذان بروكن اند كيرفد، انا مش عايز ان الخط بتاعي يبقى متقطع كتير رايح جاي رايح جاي رايح جاي او واخد كيرف. طب الكلام دوت ممكن نفهمه عن طريق ايه؟ تعالى كده بص معايا، انا لو رحت اشتريت اي قطعة ارض وبعد ما اشتريتها جاي الجهاز بتاع المدينة بيسلمها لي، هيجي يسلم لي كورنرز الارض بتاعتي اللي هي بتعرف بما يسمى بالحدايد. حدايد الارض بتاعتي هي بيبقى اسمها كده هوت المصطلح الكمن بتاعها، الناس جايه تسلم لي حدايد الارض. طب انا لو معايا قطعه ارض مستطيله تفتكر قطعه الارض المستطيله هيبقى هيسلم لي كام حديده؟ هيسلم لي 4 حدايد. طب انا دلوقتي لو معايا قطعه ارض فيها 15 حديدة، متخيل الموضوع بقى مرهق قد ايه في عملية التسليم والتسلم؟ ده مش بس كده، ده الكلام ده مش ممكن يعمل مشاكل في مرحلة عمل المشروع بس، ده يعمل مشاكل بعد كده كمان في مرحلة ما بعد شراء الأرض، وممكن في نزاعات ما بين الجيران، لأن أنت أصبحت الحدود اللي بتحطك مع جار ليك أصبحت كترت وأصبح فيها كلام كتير. فلذلك أنا يفضل أبعد عن الكلام ده، وقطعة أرض على شكل مستطيل معقولة جدا وبتحط الناس كلها وبتديها على فكرة إمكانية اللي هي تشتغل في مرحلة تخطيط الأرض بتاعها بشكل جيد. ما أنت ما تزنقنيش بأراضي شكلها مش كويس تجبرني اللي أنا في شوية الأراضي ديت اللي أنا أعمل حاجات غصب عني وأهدر فيه مساحات. مثال صغير جدا برضو عشان يوصل لدماغك، لما أسلم لك أوضة وأجي في وسط حيطة من الحيطان أطلع لك عمود بره في وسط في وسط الأوضة، أنا كده بجبرك اللي أنت الحيطة اللي فيها العمود دي انت مش عارف تحط فيها دولاب، ولو حطيت فيها دولاب هتلاقي العمود مطلعه بره هدارت قد كده من مساحة الأوضة بتاعتك. بالظبط زي الأراضي عندنا، لو أنا الأرض بتاعتي مش متقسمة بشكل كويس أبدأ ممكن بعد كده أجبر اللي هيشتري الأرض اللي هو يهدر مساحاته. لذلك الأرض بتاعتي كل ما تبقى الكورنرز بتاعتها قليلة والباوندرز بتاعتها ستريت مش كيرفد أو عمالة مكسرة، كل ما يكون أفضل ليا كواحد هيبيع الأرض، وأفضل طبعا للي هيشتري الأرض في مرحلة الشراء وفي مرحلة ما بعد الشراء. أنا لازم أحط دوت في الاعتبار، هو فاكتور مهم جدا جدا عندي. طيب هنبدأ نتكلم كده في موضوع مهم وبيجي مسائل كتير بقى في الامتحان،
اللي هو الاناليتيكال ديفيجن بتاع الارض بتاعي. وعشان اكلمك على الاناليتيكال ديفيجن لازم اكون مستحضر معاك، ولازم تكون فاهم قوي الكونسبتس الاساسيه والرولز والمعادلات اللي استخدمناها في درس الاريا كومبيوتيشن. درس الاريا كومبيوتيشن كنت بتكلم معاك اللي انا بديك قطعه ارض، وانت المفترض بيكون لديك من السكيلز اللي تسمح لك اللي انت تعرف تحسب مساحه الارض دي. طبعا اي ارض في الدنيا يجوز تبقى ريجولر ويجوز تبقى الريجولر. لو ريجولر عندنا قوانين ثابته بعرف احسب بيها المساحات بتاعتي، لو الريجولر اتعلمنا اللي احنا عندنا طريقتين في المنهج بحسب بيهم اللي هي السيمسون ميثود والترابيزويدال ميثود، سهل جدا ان انا استخدمهم وتعلمني امتى استخدم دي وامتى استخدم دي، وايه الكونسترينز بتاعت استخدام ديت والكونسترينز بتاعت استخدام ديت. مثلا اللي انا عشان استخدم سيمسون لازم يكون الاوفسيتس عدد فردي، اتعلمنا الكلام ده كله واستخدمته في اللي انا احسب اريات كتير، والمفترض اللي انت بقيت فت قوي في اللي انت تعرف تحسب اريات اي ارض. لذلك غالبا مساله الاناليتيكال ديفيجن لما بيجي لك في الامتحان هي بتبقى مساله جامعه ما بين درسين، جامعه ما بين الدرس اللي بنتكلم عليه النهارده اللي هو اللاند سب ديفيجن مع الدرس الثاني اللي هو الاريا كومبيوتيشن، بحسب اريات وفي نفس الوقت بقسم اراضي كده. انا اختبرتك في اتنين سكيل في نفس الوقت، اللي انت بتعرف تحسب اريا وبتعرف تقسم الارض بتاعتك على حسب الكونديشنز اللي انا هديها لك في المساله. طيب يعني ايه الكونديشنز اللي هديها لك؟ الكونديشنز اللي هديها لك شبيهه، تعالى كده بص معايا مثال نبص عليه مع بعض. سي required to divide the area into two equal areas such that both areas include the pump at C. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لي انت دلوقتي هديك قطعه ارض مثلا بالمنظر ده A B C D، ولو خدنا بالنا 3 borders عندي هم straight lines، واخر border خالص من على اليمين هو عباره عن curved line. طيب بيقول لي لو انا عندي pump عند نقطه C وعايز اللي انا ابدا اقسم الارض بتاعتي الكبيره اللي هي الاي بي سي دي الى قطعتين اراضي متساويين تماما في المساحه، بس اندر وان كونديشن، ان الكونديشن دي بقى بتقول لي ايه؟ ان خد بالك انا عايز نقطه سي تكون موجوده في الارض الاولانيه وموجوده في الارض الثانيه، عشان ما حدش يتخانق مع حد وعشان يضطر يخش يجيب البامب يستاذن جاره اللي جنبه. لا، انا عايز ادي اكسس لده وعايز ادي اكسس لدوت. بيقول لي بقى ابدا اعمل ايه؟ ابدا ابص هبدا اعمل ايه. بيقول لي اول حاجه انا عايز اشوف انا ممكن اتعامل مع حاجه زي كده ازاي، ابدا اتعامل مع الارض اي بي سي ازاي. بيقول لي اول حاجه تيجي في دماغي هو انا اللي عايز اضمنه هو ايه؟ اللي عايز اضمنه ان نقطه سي تبقى مشتركه ما بين التو لاندز بتوعي. وهنا هوت لو خدت بالك برضو كان في جزء زايد ممكن يزيد لك وممكن لا. انا حتى لو ما كانش موجود الجزء دوت كنت شايف اللي انت هتشتغل بنفس الطريقه، لكن هو ممكن يزيد لك وممكن يكون كونديشن حتى بدون الكونديشن الاولانيه ان نقطه سي كانت كمان كانت ممكن تيجي لوحدها. يعني يجي كده هوت say required to divide the area into two equal areas such that the areas include the line BC اللي هو بيمثل طريق. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ان واحدة من الأراضي، سوري مش البوست areas، one of the areas includes the line BC، عايز يضمن إن واحدة من الأراضي بتاعتي هتتضمن الخط BC، سواء في الكيس الأولانية اللي أنا عايز أغلي الخط أغلي النقطة C هي مشتركة ما بين الأرضين، أو الكيس التانية اللي هو الخط BC هيبقى متضمن في أرض واحدة مش في الأرض التانية. أنا هبدأ أتبع نفس النهج. النهج الأول اللي هو إيه؟ هبدأ أدور على الماجيكال أريا. Always search for the magical area to calculate. الماجيكال اريا اللي انت عايز تكالكليتها هي عباره عن ايه؟ بيقول لي هي maybe دوت. لو كيس بقى انا حظي كويس قوي قوي اللي انا لو قطعت الخط AC بالمنظر ده يديني يمين زي شمال، بس يمين زي شمال انا لو بصيت على المساله اول ما ابص كده على الارض بتاعتي لا يا يعني مستحاله يكون الجزء الشمال دوت زي الجزء اليمين. الموضوع دوت مش ماشي بالمنطق بمجرد رؤيتي. لا، احنا بتوع مساحة مفيش حاجة اسمها بمجرد رؤيتي. انا امسك ورقة وقلم وابدأ احسب المساحة دي والمساحة دي واقارنهم. فالكيس الاولانية اللي انا انت دلوقتي قطعة الارض اللي هي A B C D تعرف تحسب مساحتها بسهولة جدا عن طريق البيزك رولز اللي تعلمناها في الدرس اللي فات بتاع الاريا كومبيوتيشن. هحسب
وطبعا هديك طبعا في الامتحان اللي يخليك تعرف تحسب الكلام ده، وهديك هنا هو شويه اوفسيتس عشان تعرف تحسب الكيرفد ارياز، هنا ممكن اديك كوردينتس، ممكن ابدا اديك اطوال وزوايا عشان خاطر تعرف تحسب الاريا اللي جوه عن طريق الساين رول، ممكن تساعد نفسك بالكوزاين رول، ممكن ابدا استخدم القانون اللي انا احسب اريا بالكوردينتس. الكلام ده كله اتدربنا عليك في الاساينمنت بتاع الاريا كومبيوتيشن. في الاخر انت هتقدر توصل لمساحه الشكل اي بي سي دي. بعد ما توصل للمساحه ديت، انا هاخد الاريا اللي انا حسبتها اقسمها على 2. طب انا لما اقسمها على 2 انا استفدت ايه؟ انا طلعت للرقم اللي انا منتظر ان كل قطعه ارض من القطع اللي عندي هتوصل له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا سي اللي انا حسبت المساحه الكبيره طلعت 5000 متر مربع، لما اقسمها على 2 تبقى 2500 متر مربع، يبقى قطعه الارض الواحده اللي انت عايز توصل لها هي 2500 متر مربع. انا هبدا من النقطه ديت. طيب النقطه اللي بعديها ابدا اعمل ايه؟ ابدا افرض فرض مبدئي، اشوف الفرض دوت هيوصلني لايه. ايه هو الفرض المبدئي؟ ان انا هقسم الارض بتاعتي زي ما اتفقنا معانا، هو الخط اي سي دوت هيقسمهم، وابدا احسب مساحه قطعه الارض الاولانيه السهله. ما تروحش يا عم تقعد تحسب لي في المساحه الكبيره، ما تحسب في القطعه الصغيره على طول. القطعه الصغيره اللي هي الاي بي سي ده مثلث، مساحه المثلث تعرف تحسبها بسهوله جدا جدا بمعلوميه. لو انت عندك الهايت بتاع الارض ممكن نص القياس في الهايت، لو عندك تو لينسز والزاويه اللي ما بينهم تعرف تحسبه، لو عندك 3 لينسز عندنا فورمولا بنحسب الاريا عن طريق 3 لينسز. في الاخر انت هتعرف توصل للكلام دوت كله. بعد ما تحسب الاريا بتاعت الترينجل اي بي سي، ابدا اسال نفسي سؤال، هل الاريا اللي انت حسبتها اكبر من الريكوايرد اريا اللي اتفقنا عليها من شويه اللي هي على المثال اللي انا قلته لك 2500 متر مربع؟ لو اريا المثلث اي بي سي كانت اكبر من الريكوايرد اريا اللي هي اللي انا قلت لك مثال 2500 متر مربع، لا يبقى الكلام ده غلط، مش ده اللي انا عايزه. امال ايه؟ هيبقى قطعه الارض اللي انت عايزها هي اصغر شويه من اللي انت فرضته، هتبقى مساحه تانية اسمها اكس بي سي، المثلث الصغير ده هو قطعه الارض الجديده بتاعتي. بس عشان خاطر اعرف احددها، انت مطلوب منك تعرف تجيب المسافه بي اكس او اي اكس اللي انت لسه مش عارفها، ودي هي اللي هندور عليها بالظبط في المساله بتاعتنا عشان اعرف احدد الارض بتاعتي. طب ناخد الكيس الثانيه، ان لو الاريا بتاعتي بتاعت المثلث اي بي سي كانت اصغر من الريكوايرد اريا، معنى كده اللي هي على نظرتنا الاولى على فكره للشكل بتاعنا كده هو بالنظر، ممكن اقول لك اه هي لا ده المثلث ده هيطلع اصغر من ايه؟ من نص المساحه. طب في الحاله ديت اعمل ايه؟ في الحاله ديت اقول لك لا بقى، يبقى اذا خط تقسيم الارض ما بين الارض الكبيره لما اقسمها ما بين قطعتين، خط التقسيم بتاعها هو هيبقى خط اسمه سي واي بالمنظر ده، بحيث ان نقطه واي تبقى ما بين الاي والدي، وكده اه قطعه الارض اليمين اللي هي ديت كلها هتساوي قطعه الارض الشمال اللي هي ديت كلها. بس في نفس الوقت هيبقى مطلوب منك تحسب المسافه اللي هي يا اما اي واي يا اما دي واي عشان اعرف اجيب نقطه واي، ما هو الغرض اللي انا اوصل له اجيب نقطه واي، او في الكيس اللي فاتت اجيب نقطه اكس. طب ابدا اعمل ايه بقى عشان اوصل لنقطه اكس فين ونقطه واي فين؟ بيقول لي ان either cases الاريا بتاعت اكس بي سي هي بتساوي الاريا اللي انت عايز توصل لها، او لو في الكيس الثانيه هتبقى الاريا بتاعت الاي واي سي هي اللي عايز اوصل لها. طب تعالى كده هو نبدا نشوف الكلام دوت يعني ايه. الكلام دوت ابدا معاك كيس كيس. لو انا بتكلم في الكيس الاولانيه اللي هي ان نقطه اكس هي النقطه اللي انا عايز اوصل لها هي ما بين الاي والبي، في الكيس اللي كانت الاريا اي بي سي اكبر من الريكوايرد اريا، ابدا اوصل لنقطه اكس ازاي؟ بيقول لي هو انت مش قسمت الارض بتاعتك عند نقطه اكس، يعني اصبح انت عارف المساحه اكس بي سي اللي انت عايز توصل لها. انا عايز اوصل للمساحه اكس بي سي اللي هي على المثال بتاعنا مثلا 2500 متر مربع. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز اوصل للمسافه بي اكس او المسافه اي اكس. خلينا الاول في المسافه بي اكس. عشان اجيب المسافه بي اكس اعمل ايه؟ بيقول لي مساحه المثلث اكس بي سي هي 2500 متر مربع مثلا، اهي معايا المساحه. طيب اريا المثلث بتساوي ايه؟ نص اللينس بي سي في اللينس بي اكس في ساين الزاويه اكس بي سي. طبعا اكس بي سي هي موجوده قدامي اعرف اقيسها زاويه بسهوله جدا، الديستانس بي سي
اعرف اقيسها بسهوله جدا، هتبقى موجوده عندك في المساله. اخش اعوض في القانون بتاعي، مش هيبقى عندي unknown الا المسافه دي اكس هي اللي عندي، هيبقى نكلمها كده بالرموز عشان خاطر نربط مع بعض، نص بي اكس في بي سي في ساين اكس بي سي هتساوي الريكوايرد اريا بتاعتي اللي انا عارفها. الحاجات دي كلها مش هلاقي فيها مجهول غير المسافه بي اكس اللي انا لو جبتها ممكن تكون كافيه ليا، او ممكن كمان اعرف اجيب اي اكس لان انا معايا الطول اي بي معلوم. كده انا عرفت احدد نقطه اكس موجوده فين، وعرفت اقسم الارض بتاعتي واوصل للغرض النهائي بتاعي. طب الكيس التانيه بتاعتي اللي هي لو انا عايز ادور على نقطه واي اللي واقع على الخط اي دي، ابدا اعمل ايه؟ بيقول لي هو اريه المثلث اللي هو الاي واي سي هتساوي ايه؟ هتساوي الريكوايرد اريا اللي انت بتدور عليها، اللي هي على المثال بتاعنا كانت 2500 متر مربع ناقص اريه المثلث اي بي سي. ما انت لو دورت على المساحه دي، انا بدور دلوقتي خد بالك على ايه، ما تتوهش مني، اي بي سي واي، عايز اضمن ان المساحه اي بي سي واي هي 2500 متر مربع مثلا. طيب اعمل ايه؟ بيقول لي ما هي لو المساحه ديت كلها 2500 متر مربع وانت عارف المساحه اي بي سي اللي هحسبها بسهوله جدا، اعرف احسب مساحه الشكل الصغير ده اللي هو اي سي واي ازاي؟ معاك الريكوايرد اريا كلها ومعاك اريه المثلث، اطرحهم من بعض اجيب اريه المثلث الصغير دوت. طب بعد ما جبت اريه المثلث الصغير خلاص خلصت المساله بتاعتي، لان انا هبدا اتعامل زي ما اتعاملت الكيس اللي فاتت بالظبط، اللي هي لو انا عندي اريه مثلث ومعايا سايد والزاويه الثانيه اعرف اجيب سوري سايد وزاويه معينه اعرف اجيب الطول الثاني اللي ايه موجود في المثلث دوت، اللي هو تعالى نتكلم كده هو بي الرموز. لو انا عندي في المثلث دوت هقول لك نص اي واي في اي سي في الساين زاويه واي اي سي هيساوي اريه المثلث ده. طب انا اريه المثلث معايا وطول الضلع اي سي معايا والزاويه اللي اسمها واي اي سي معايا، اعرف اجيب المسافه اللي هي اسمها اي واي بسهوله جدا. كده انا قدرت اوصل للمسافه اللي اسمها اي واي او المسافه اللي اسمها اي اكس، وفي التو كيسز انا قدرت اقسم الارض بتاعتي. فالمسائل ديت هي مسائل، مش مسائل استنبه، مش مسائل هديك قانون واقول لك انت هتحل وهتوصل، لا، المسائل دي اسمها اناليتيكال ديفيجن. فانت لازم يكون عندك اناليتيكال سكيلز كويسه في دماغك، اعرف عن طريقها اخش المساله واعرف اللي انا اتعامل ازاي، واكون فاهم كويس قوي ايه هي البيزكس بتاعه التقسيم، الكونديشن اللي طالبها مني في المساله ابدا افهمها كويس جدا، وعلى اساسها ابدا اقسم الاراضي بتاعتي او الارض اللي مطلوبه مني في الايه في المساله. طيب نخش على الجزء اللي بعديها بقى، اللي هو جزء مهم جدا برضو، اللي هو الجرافيكال ديفيجن. الجرافيكال ديفيجن جزء مهم جدا ولازم تفهمه معايا حته حته زي ما هنشرحه دلوقتي باذن الله. الجرافيكال ديفيجن طبعا عشان اتعامل وابدا اقول لك اللي انا جرافيكال، اول ما اقول لك كلمه جرافيكال يعني انا هرسم، ومش هرسم كروكي، انا هرسم بالمسطره، ومش بس بالمسطره، ده انا هرسم تو سكيل. يعني لما اديك مثلث مش توقعه لي بالورب بالمسطره، لا، ده انت توقع لي المثلث باطواله بسكيل معين على اللوحه باحترام الزوايا بتاعته. يعني المثلث ينزل كما هو بالظبط على ورقه الامتحان بتاعتك، هرسم رسمه بسكيل بالمسطره، بسكيل بالمسطره. اوعى ننسى النقطه ديت مهمه قوي، لان انا قلت لك كلمه جرافيكال، جرافيكال يبقى خلاص انا جبرتك ان انا بعمل حل جرافيكال. جرافيكال يعني ده هيعتمد على اللي انت مديه في الورقه، انا اشتغلت من الورقه، يبقى اللي انا اديته للورقه هو اللي هيطلع لي حل. لذلك لو انا مدي الورقه غلط يبقى انا هطلع حل غلط. فانت لازم تبدا ترسم بسكيل وبالمسطره بتاعتك عشان خاطر المسائل بتاعتنا هتبقى سهله باذن الله. كل الكيسز اللي هنتعامل معاها في الجرافيكال ديفيجن اوف لاندز ان الارض بتاعتنا على شكل مثلث، وهبدا اناقش معاك الكيسز كلها اللي ممكن تطلب منك لو معاك مثلث عايز ابدا اقسمه، ايه اللي ممكن يطلب مني، ونبدا نشوف ابدا كده بالقلم والمسطره بتاعتي اتعامل ازاي عشان خاطر اعرف اوصل للي انا عايز اوصل. بيقول لي الشكل بتاعي الاولاني مطلوب مني dividing the area from a certain point O on a vertex into the two parts with
a certain ratio. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لي يعني انا هيبقى عندي نقطة اسمها O. النقطة O هي احد vertex المثلث، نقطة من رؤوس المثلث، ومطلوب مني اللي انا ابدأ اقسم المثلث دوت ل two parts ب certain ratio. خد بالك ال certain ratio may be اللي انا اقول لك اللي انا عايز equal areas. equal areas يبقى الratio بتاعتي 1 to 1. انا عايز اقسم الارض بتاعتي اللي هي مساحتها x تبقى نص x ونص x. طيب انا عايز اقسمها، لا ده انا عايز اقسمها ربع x وثلاث ارباع x. خلاص يجوز، ايه المشكلة؟ يبقى الريشيو بتاعتي 1 to 4 ايا كان الريشيو هتبقى معطى ليك في المسألة. طيب ابدأ اتعامل ازاي؟ بيقول لي اول خطوة هتبدأ تعملها تبدأ تديفايد البيز المقابلة للفيرتكس اللي انت عايزها كمان بالريشيو اللي مديها لك في المسألة. سي اللي انا في المسألة بتاعتي ديت انا عايز اقسم المثلث الكبير بتاعي equal areas، يبقى الريشيو بتاعتي 1 to 1. طب الريشيو بتاعتي لو 1 to 1، يعني لو الخط اي بي دوت طوله 7 سنتي على الورقه، انا هبدا اقسم نقطه دي بحيث ان انا احطها عند 3.5 سنتي من نقطه اي و3.5 سنتي من نقطه بي، وهكذا. لو طلبت منك بقى اي ريشيو 1 to 3 1 to 4 1 to 5 اني ريشيو هديها لك، هتعرف تقسم الضلع المقابل لنقطه او بيها. طيب الخطوه اللي تلوها هعمل ايه؟ بيقول لي كل اللي عايزك تعمله توصل نقطه او بالنقطة اللي انت قسمتها دلوقتي. هو انا كده هوت وصلت اللي انا عايزه؟ تخيل انا كده وصلت اللي انا عايزه وقسمت الارض بتاعتي لتو ايكوال ارياز او ايا كان الريشيو اللي انت فرضتها على البيز هنا هوت، هتعمل نفس الكلام او هتقسم الارض بتاعتك بالريشيو دي. طب ايه اللي ضمن لي الكلام ده؟ تعالى كده بص معايا. لو على المثال بتاعنا ان الدي هي الميد بوينت، المثلث اللي على الشمال اللي هو اي دي او، انا عايز اضمن اللي هو بيساوي المثلث اللي على اليمين اللي هو البي دي او. طيب ارية المثلث بتساوي نص البيز في الهايت، البيز هنا اي دي، البيز هنا بي دي. انا ضمنت ان البيز بيساوي البيز، يعني لو ضمنت ان الهايت بيساوي الهايت، يبقى انا كده وصلت ان ارية المثلث بتساوي ارية المثلث. وبما ان الفيرتكس بتاع المثلث من فوق واحد، يبقى اذا الهايت بتاعي هو الهايت بتاعي هنا فعلا في المثلث الثاني، يبقى اذا الاريا هي بتساوي الاريا. هتوضح اكتر اللي ما فهمهاش معايا في المثال ده في المثال التاني. المثال التاني بيقول لي انا عايز اقسم اريا المثلث ده بس المره دي into 3 parts with a certain ratio زي المره اللي فاتت بالظبط، بس بدل ما كان 2 parts بقى 3 parts. يعني بدل ما كنت بقول لك اريا 1 to 1 لو هما equal، هنا بقول لك بقى لو انا عايز اقسم المثلث 3 اراضي equal area هتبقى الريشيو بتاعتي 1 to 1 to 1. في الكيس ديت ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل نفس الكلام اللي عملته المره اللي فاتت، امسك الضلع المقابل لنقطه او وابدا اقسمه بالريشيو اللي طلبتها منك 1 to 1 to 1. طبعا على فكره يجوز ما تطلعش 1 to 1 to 1، ممكن تطلع لك 1 to 2 to 3. طب لو 1 to 2 to 3 معنى كده ان انا عندي مثلا طول ضلع 6 سنتي، هبدا اقول لك انا سنتي وهاخد نقطه، امشي 2 سنتي كمان واخد نقطه ثانيه، واكيد اخر واحد هيطلع 3 سنتيمتر. يبقى اذا كده هوت على الورقه انت فعلا قسمتها 1 الى 2 الى 3، والخطوه اللي بعديها خلاص انت المفترض فهمت انا هعمل ايه، او دماغك لقطت معايا خلاص هعمل ايه، هوصل نقطه او بالنقطتين اللي انت قسمتهم على الضلع بتاعي بالمنظر دوت. كده المثلث اللي هو ال ADO والمثلث اللي هو ال DEO والمثلث اللي هو ال EBO ال 3 triangles هم equal areas. يبقى اذا انا وصلت للي عايز اوصله، وطبعا الكلام دوت برضه valid based على الكونديشن اللي انا لو عايز اضمن ان الاريا بتاعت الثلاث مثلثات واحده ومعايا كونديشن ان 3 bases هما equal، معايا الخط AD هو DE هو EB، يبقى لو الهايت equal يبقى 3 areas equal، وبما ان الفيرتكس واحده يبقى الهايت فعلا واحد على البيز بتاعتي، يبقى اذا المثلث بتاعي فعلا اتقسم بالريشيو اللي انت عايزه. طيب نقطة O ديت أنا لما أجي أفكر هي ممكن تطلع إيه؟ لو أنا جيت جبرتك كده في الحقيقة اللي أنا جاي بقولك إن قسم لي فعلا الأراضي بحيث إن نقطة O تطلع هي مشتركة ما بين كل الأراضي، maybe إن نقطة O هي pump station، maybe إن نقطة O هي water source زي ما قلت لك بير مية أو حاجة، أو maybe حاجة تانية إن الضلع AB هو خط رئيسي أو ترعة. هو لو خط رئيسي او ترعه زي ما اتفقنا واتكلمنا فيه
ال factors affecting land subdivision، قلنا ان تقسيم الارض لازم يكون فيه سنس عشان خاطر تعرف تبيع الارض بتاعتك وعشان خاطر الزبون يعرف يجي يشتريها منك. بيقول لي ايه؟ لو انا عندي دوت ارض او سوري طريق او ترعه، يفضل ان انا الثلاث اراضي اديهم حته من التورته، مش لازم التورته واحد بس اللي ياخدها والباقي ايه والباقي ما ياخدش حته، لا كل واحد من الثلاثه ياخد حته من التورته. يبقى اذا ادي قطعه الارض الاولانيه حته من الطريق، وقطعه الارض الثانيه حته من الطريق، وقطعه الارض الثالثه حته من الطريق، بدل ما واحد تاني كان يقول لي انا هقسم المثلث مثلا كده اهو، من فوق حته ومن نص حته ومن تحت حته، كده انت اديت التورته كلها للي ايه للي تحت، والاتنين اللي فوق ما خدوش حاجه. يبقى اذا الموضوع دوت موضوع رخم قوي، رخم قوي، وهيفرق جدا في بيع الارض، لان انت الكلام دوت هيبقى مش اتراكتيف خالص للايه للناس اللي هتيجي تشتري الارض بتاعتك. طيب نخش في كيسز تانية نصعب الموضوع شوية ونبدأ نشوف ايه الكيسز التانية. انا لسه اتفقت معاك ان كل الكيسز هي تريانجلز، انا مش هطلع بره التريانجل خالص، انا بطلع ايه اللي انا عايزك تحققه لي فقط. المرة اللي فاتت التو كيسز اللي فاتت اللي اتكلمنا فيهم ان نقطة التقسيم الكمن ما بين الاراضي بتاعتي هي كانت فيرتكس، هي احد الفيرتكس من الفيرتكسيز بتوعي في الايه في المثلث بتاعي. طيب هنا طالب مني ايه بقى؟ بيقول لي dividing the area from a certain point O on any side into two parts with a certain ratio. هو عايز يقسم المثلث بتاعي بنقطة اسمها O، بس خد بالك نقطة O بقى المرة دي مش زي المرة اللي فاتت هي احد الفيرتكس، المرة دي نقطة O واقعة على احد ال three sides بتاعت المثلث بتاعي. طيب لو النقطة واقعة على احد ال three sides وعايز ابدأ اقسمها بسيرتن ريشيو، تعالى نمشي على نفس الكلام بتاعنا اللي هي ايكوال ارياز اللي هي واحد، على فكره مش هتفرق معاك في الشغل خالص، انت هتقسم بالريشيو، انا ماشي بريشيو اللي هي ايكوال اللي هي 1 تو 1، انت عايز تقسم 1 تو 2 1 تو 3 3 تو 5 ايا كان الريشيو هتوصل لنفس الناتج بالظبط. طيب ابدا اعمل ايه في الكيس اللي ديت؟ بيقول لي اول حاجه وصل نقطه او اللي انت عايز تقسم الارض من عندها بالفيرتكس المقابله ليها. فين الفيرتكس المقابله ليها؟ هي نقطه او واقع على الضلع اي بي، هوصلها بالفيرتكس اللي قدامها اللي هي نقطه السي. الخطوه اللي بعدها امسك البيز اللي انت عندها اللي هي الخط اي بي، وابدا اعمل نقطه جديده اسمها نقطه دي مثلا. النقطه ديت هي زي بالظبط النقطه اللي عملناها المره اللي فاتت في التو كيسز اللي فاتت، قسم بس السايد بتاعك بالريشيو اللي انت عايز تقسم بيها اللي هي على المثال بتاعنا هنا 1 تو 1 مثلا عشان هي ايكوال ارياس. طيب الخطوه اللي بعدها اعمل ايه؟ ابدا ارسم موازي من نقطه دي للخط او سي اللي انا عملته في الاول. الموازي دوت تعمله بسهوله جدا عن طريق مثلث ارسطو عشان خاطر ما نضيعش وقت في الامتحان وتقعد تعمل لي موازي بطرق معقده هندسيا، لا الموضوع مش معقد قوي كده، هوت بمثلث ارسطو تقدر توصل بسهوله قوي اللي انت تعرف تعمل لي موازي للخط او سي بحيث اللي هو يمر بنقطه دي. الموازي اللي هتعمله لنقطه اللي للخط او سي من نقطه دي مليون في الميه يا هيقطع الضلع اي سي يا هيقطع الضلع بي سي في نقطه انا سميتها هنا هوت نقطه ايه، سميتها نقطه اي. بيقول لي اخر خطوه انا عايزها عشان اقسم الارض بتاعتي نقطه اي اللي انت لسه جايبها اللي هي كانت تقاطع الموازي مع الخط ده او الخط دوت، اوصلها بنقطه او اللي انا اصلا بقسم الارض من عندها كده هوت. انت ضمنت لي ان المثلث اللي هو ال AEO بيساوي مساحة الشكل EOBC. طيب الكلام دوت طلع ازاي؟ الكلام دوت انت طبعا في الامتحان المسألة لو جات لك مش هتقعد تقول لي الكلام دوت طلع ازاي، لكن انت بتفهم ازاي دي بتساوي ديت، الكلام دوت ممكن تسأل نفسك فيه. تعالى كده بص معايا، لو انا عندي نقطة دي هي الميد بوينت فعلا، معنى كده ان مساحة المثلث A دي C بتساوي مساحة المثلث B دي C. طيب حلو قوي، ادي اول خطوة. طيب بعد كده بيقول لي بقى since ان ال E دي parallel لل CO، الخط E دي parallel لل CO، معنى كده ان area المثلث اللي هو ال CDO اللي بالاخضر ده بيساوي area المثلث ال COO اللي بنفسجي ده، وكمان اريه المثلث ال دي اي سي اللي بالبنفسجي دوت بتساوي اريه المثلث دي اي او اللي هو هيبقى جزء منه بنفسجي وجزء منه اخضر. لذلك كل اللي هتعمله اللي انا هستبدل التو ارياز ببعض الاقي ان فعلا الجزء اللي انا استبدلته واحد
ونتيجة اللي انت الجزء اللي استبدلته لما هو واحد، الجزء اللي استبدلته تاني اكرره لك اللي هو ايه، اللي هو الجزء دوت، نمشي مع بعض اهي حتة حتة عشان ما تتوهش مني. الجزء دوت مع الجزء دوت واحد، ما بيختلفش بنفس البيزك بالظبط، ان دول تو بارلل لاينز. طالما تو بارلل لاينز يبقى اذا البيز واحدة والهايت واحد بتاع الاتنين، يبقى اذا قرية المثلثين واحدة. لو استبدلتهم مع بعض المثلثين، يبقى اذا انا استبدلت كده قرية المثلث اللي كان اسمه اي دي سي، والمثلث اللي كان اسمه دي سي بي، استبدلتهم بالشكل الجديد اللي هو اي اي دي، والشكل اللي هو اي سي بي او بتاعي. زي ما وصلنا للكلام دوت كده، انا قدرت اوصل للي انا عايزه في النهايه خالص. طيب اللي ما فهمش مني اللي فاتت، ارجع اكرر الكلام بالظبط تاني عشان تفهموا معايا المره دي بالكيس التانيه. همشي زي المره اللي فاتت، قسمنا مره ل 2 بارتس ومره ل 3 بارتس. ابدا اتكلم على 3 بارتس المره دي. طيب فين النقطه اللي عايز اقسم منها؟ هي نقطه او. ارجع تاني اوصلها بالفيرتكس المقابله اللي هي نقطه سي. بعد كده ابدا اقسم البيز بتاعتي بالريشيو اللي انا بدور عليها. لو انا هنا اهوت شغال 1 تو 1 تو 1 هتطلع بالمنظر دوت. لو شغال باني ريشيو هقسم السايد بالاني ريشيو بتاعتي. طب الخطوه اللي بعدها، ابدا اخد من النقطه الاولانيه موازي للخط او سي، ومن النقطه الثانيه برضو موازي للخط او سي، اللي هي المره اللي فاتت نتيجه ان هما كان 2 بارتس اونلي انا قسمتها او رسمت خط موازي واحد، لكن المره دي هم 3 بارتس، لذلك هرسم 2 بارلل لاينز برضو بالمثلث ارسطو بتاعك. قدرت اوصل للموازي الاول والموازي الثاني. الموازي الاول هيقطع في نقطه، الموازي الثاني هيقطع في نقطه. اعتقد دلوقتي انت متخيل هنعمل ايه زي ما عملنا المره اللي فاتت. ابدا اوصل نقطه او بالنقطه الاولانيه وبالنقطه الثانيه كده، المثلث اللي هو اسمه AFO والمثلث اللي اسمه OGB والشكل الرباعي اللي اسمه CFOG 3 equal areas. 3 equal areas ليه؟ 3 equal areas بيزد على نفس القواعد اللي انا استخدمتها المره اللي فاتت عشان اوصلك للكلام دوت، اللي هي برضو بكرر تاني. مش هتبدا تشرح لي احنا استبدلنا هنا المثلث في الكيس الاولانيه انه مثلث بانه مثلث، لا ده الكلام دوت ليك انت عشان تعرف احنا وصلنا ازاي ان اريد ده كان بيساوي اريد ده، او في الكيس هنا هو بقى ان اريد ده بيساوي اريد ده بيساوي اريد دوت. طيب نفس الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، ان نقطه او maybe هي pump station maybe هي water source عندي في الارض بتاعي. طيب نبدا نخش في كيس ثانيه ممكن اتعرض ليها، اللي هي dividing the area from a certain point O inside the area into two parts with a certain ratio. لا ده المره دي بقى اول مره او اول two cases كانت نقطه O على احد ال vertices بتاعتي. عندي 3 vertices، واحده منهم انا اخترتها اللي هي تبقى النقطه الكامنة عندي. طيب المثلث الثاني او التو كيسز الثانيين كانت نقطه او هي على احد ال 3 sides بتوعي. طيب بقى التو كيسز الثالثين بتوعي هم عباره عن ايه؟ نقطه او موجوده جوه المثلث، واكيد هي دي غالبا الكامن كيس اللي ممكن اتعامل معاها. لما بيكون عندي بير ميه او حاجه في الاراضي، بير الميه بيبقى وسط الاراضي، فالكيس دي ممكن كمان شويه اكتر من اول تو كيسز اتكلمنا عنهم. طيب ابدا اعمل ايه؟ بيقول لي ابدا اعمل التالي. الخطوه الاولانيه ابدا اوصل نقطه او ب الفيرتكس اللي هي سي. طيب وصلتها بالفيرتكس اللي هي سي بيزد على ايه؟ بيزد على فين الضلع اللي انت هتبدا تقسم السيرتن ريشيو عليه. يعني انا امشي الاول كيس، اول كيس كانت نقطه او اصلا على فيرتكس، الكيس الثانيه كانت نقطه او على سايد، فانا اخترت الفيرتكس اللي قدامه ووصلت النقطه بيها. طيب الكيس اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هي عباره عن ايه؟ ما لما اجي اقول لك قسم ويز سيرتن ريشيو اكيد على سايد معين اللي هو مثلا الخط اي بي، يبقى هوصل نقطه او اللي هي في نص الارض بتاعتي بنقطه سي اللي هي مقابله للضلع اللي انا هقسمه برده زي الكيسز اللي فاتت، وابدا اقسم الضلع بتاعي زي ما قسمت قبل كده اهوت، وابدا اوصل نقطه التقسيم بالخط سي. يبقى حتى هذه اللحظه انا ما عملتش غير خطوتين، الخطوه الاولانيه وصلت النقطه بتاعتي اللي موجوده في نص الارض بالفيرتكس المقابله للضلع اللي انت هتقسم عليه، الخطوه الثانيه وصلت نقطه التقسيم بتاعتي اللي انا عملتها بالريشيو اللي مطلوبه منك اللي هي ستيل معانا في المثال بتاعنا 1 تو 1، وصلتها بالنقطه الفيرتكس اللي انا اخترتها.
طيب الكيس اللي بعديه كده اعمل ايه؟ النقطة بتاعتي اللي هي نقطة دي اللي قسمت بيها السايد اوصلها بنقطة او الكمان بوينت اللي عايز اقسم الارض بيها. طيب الخطوة اللي بعديها ابدأ ارسم موازي من نقطة دي للخط او سي اللي انا عملته في الاول. الموازي هعمله بايه؟ هعمله بمثلث ارسطو بسهولة جدا، وزي الكيسز اللي فاتت بالظبط اللي ناقشناها في السلايد اللي فاتت، اللي انا لما بعمل موازي بقطع احد الضلعين في نقطة، هي بالظبط هنا اهوت ما اختلفتش، وصلت لنقطة تانية اسمها نقطة اي. نقطة اي ديت اوصلها بنقطة او كده. على فكرة خلصت المسألة خلاص اللي انا بشتغل فيها، ان المثلث او مش المثلث بقى، الشكل اللي فيه خمس نقط دوت اللي هو A C E O D هيساوي الشكل اللي فيه اربع نقط ده اللي هو E B D O ببساطة قوي. طيب الكلام دوت برضو اتحقق ليه؟ اتحقق ليه برضو؟ ارجع اكرر لك تاني، ده عشان خاطر تتخيل احنا بنعمل ايه، او تتخيل احنا عملنا كده ليه. طيب بنفس الكونسبت اللي فات، اللي فاهم على فكرة التو كيسز اللي فاتت او السلايد اللي فاتت هيفهم احنا المرة دي برضو عملنا ايه. المرة دي كنت قلت لك ان اريد A D C هي اريت بي دي سي، ما اختلفتش في اي حاجه خالص. طيب سينس ان الخط دوت موازي للخط دوت، الكلام ده هيقول لي ايه او هيفيدني في ايه؟ ان اريت السي دي او، اريت المثلث ده السي دي او هتساوي اريت السي اي او، وهكذا اريت الدي اي سي دي اي سي هتساوي اريت ال دي اي او، لان البيز واحده والهايت بتاعي ضمنت ان هو واحد نتيجه ان الفيرتكس واحده. طالما السيم بيز والهايت يبقى الاريا واحده، يبقى اذا ابدا استبدل المثلثات مع بعضها زي ما اشتغلت المره اللي فاتت بالظبط، اوصل للشكل النهائي بتاعي ان اريا ديت بتساوي اريا ديت. اللي ما فهمش معايا الكيس الاولانيه ديت يخش يفهم معايا الكيس التانيه ديت، وهنراجع اللي احنا عملناه بشكل اصعب سنه صغيره. طيب المره دي بقول لك ايه؟ بقول لك نفس اللي قلته لك المره اللي فاتت، النقطه اللي بتقسم بيها موجوده في نص الارض اللي عندي. طيب ابدا اعمل ايه؟ ابدا ادور على الفيرتكس المقابله للضلع اللي عايز اقسم عليه. انت عايز تقسم فين على الضلع اي بي؟ يبقى هوصل بمين؟ هوصل بيه نقطه سي. طيب وقسمت الخط اي بي بالريشيو اللي مدهاني، جابت لي نقطه دي وجابت لي نقطه اي، ابدا اوصلهم بنقطه او اللي عايز تقسم عليها. وبعد ما اوصل اعمل ايه؟ ارسم موازي بالمنظر دوت. رسمت موازي للخط او سي من نقطه دي ومن نقطه اي، قطعت في نقطتين تانيين اسمهم نقطه اف ونقطه جي. خلاص لا يتبقى سوى ان انت توصل نقطه الاف بالاو والجي بالاو، كده المثلثات او الاشكال بتاعتي متساويه، الشكل اللي بالبلو والشكل اللي ايه اللي بالاصفر دوت والشكل اللي ايه اللي بالبنفسجي دولت متساويين مع بعض. طبعا دي عيبها في حاجه واحده بس اكيد احنا واخدين بالنا منها، ان الراجل اللي في النص دوت لو انا هديله، انا كده كاني مش مديله قطعه ارض واحده، مديله قطعتين ارض، قسمت له قطعتين الارض بتاعته في اتنين. فممكن بعد كده لو دي فعلا كيس بعملها اراضيه باي حاجه كده عشان ما يزعلش، فيبقى ايه؟ يبقى الدنيا فير شويه، لان اول ما بص لا ده الراجل دوت ارضه والراجل دوت ارضهم احسن بكتير قوي من الراجل اللي انا قسمت له الارض بتاعته بالمنظر دوت. بس في الاخر قدرت اوصل للي انا عايزه، ان قسمت الارض بالسيرتين ريشيو بتاعتي. طبعا زي ما قلنا برضو بنكرر، نقطة O ديت ممكن تكون أي حاجة من الحاجات اللي أنا مهتم اللي هي تبقى كمان ده كأنها pump station أو water source. طيب الكيس الأخرانية اللي عندي اللي هنناقشها، اللي هي لو أنا عايز divide the area into three parts with a certain ratio such that each area has one whole site، أو أجي أقول لك اقسم لي الاريا انتو 3 بارتس ويز اني ريشيو فروم ا سيرتن بوينت ساتش ذات ايتش اريا هاز وان هول سايت. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لي الكيس الاولاني اللي انا كاتبه لك ان هو انا عايز اقسم المثلث بتاعي بحيث ان الضلع ده يروح ارض والضلع ده يروح ارض ثانيه والضلع ده يروح ارض ثالثه. طب الكلام دوت ليه؟ برضو زي ما ظاهر لك على المثال، ممكن تكون ديت طريق او ترعه، طريق وترعه، طريق وترعه. طيب fair enough اللي انا اروح مقسم او مدي كل واحد من الاراضي الثلاثه بتوعي طريق كامل، طريق كامل، طريق كامل، او ترعه كامله، ترعه كامله، ترعه كامله. الكلام دوت طبعا هيبقى كويس جدا في التقسيم بتاعي. طيب ايه الفرق ما بيني هنا اهوت والمره اللي فاتت؟ ال 6 examples اللي فاتت اللي احنا ناقشناهم، احنا كنا بنتكلم على نقطه تقسيم انا بدور عليها اللي هي كانت نقطه او اللي على طول بجبرك اللي هي تبقى كامن. المره دي لا، انت اللي بتدور على نقطه او،
المرة دي انا مش مديك نقطة او خالص، المرة دي انا مديك كونديشن تانية، اللي انا عايزك تضمن لي ان ال 3 سايتس كل سايت هيروح لمين؟ لارض من الثلاثة. ابدأ اعمل ايه؟ بيقول لي ابدأ اول حاجة امسك اي سايت من الثلاثة، اي سايت من الثلاثة واقسمه بالريشيو اللي مطلوبة منك، اللي هي هشتغل برضو على 1 to 1 to 1. رحت جاي هنا هو تنقسم الضلع دوت ل 3 لانسز 1 to 1 to 1. بعد كده هو ابدأ اعمل ايه؟ ابدأ اوصل النقطتين بتوعي بالفيرتكس المقابلة اللي هي نقطة سي بالمنظر دوت، ثم ابدأ ارسم من نقطة دي موازي للخط اي سي، من نقطة دي موازي للخط اي سي. طب شمعنى اي سي؟ لان هو الضلع القريب منها. وامسك نقطة اي امسك ارسم موازي للخط بي سي، شمعنى بي سي؟ لانه موازي للضلع اللي جنبها. وبعد كده هو ابدأ اعمل ايه؟ بعد كده هو ابدأ اخد نقطة او اللي انت جبتها وابدأ اروح موصل نقطة او بي نقطة سي ونقطة اي ونقطة بي. كده هو انت ضمنت لي اللي انا وصلت للشكل اللي انا عايزه بالمنظر دوت، ان الاريا بتاعت التريانجل ده والاريا بتاعت التريانجل ده والاريا بتاعت التريانجل دوت اتقسموا بيه الريشيو اللي انت طالبها مني، اللي هي ال A D خدت القطعة اللي على الشمال، ال E B خدت القطعة اللي على اليمين، ال D E خدت القطعة اللي في النص. كده انا قدرت اوصل للي انا عايزه في المثال بتاعنا. طبعا دولت 7 examples انا قدرت اناقشهم بشكل مختصر عشان خاطر تقدر توصل للحل بتاعك. شمعنى المثلث؟ بكرر تاني للسهولة بس، في الجرافيكال سوليوشن الاناليتيكال سوليوشن هي الكيس العامة اللي انت بتتعامل معاها، وبرضو وارد جدا اللي هي تجيلك مسألة في الامتحان بتاعك بإذن الله. فموضوع مهم قوي اللي احنا نكون فاهمينه. اخر حاجة هنقولها ان طبعا السايدز اي بي زي ما ظاهر لك هي كود بي رودز او كانلز. كده هو تبقى احنا غطينا اللاند سب ديفيجن بالشكل الاساسي، الافكار الاساسية اللي انت مطالب تبقى عارفها كويس قوي. طبعا الخبرات بتوصلك اللي انت تبدأ تكون فت اكتر في موضوع التقسيم، وفي اللي انا الكونسيدريشنز اللي اتكلمنا عليها، البيزكس لازم تكون عارفها، الخبرة دي بتيجي مع الوقت، واللي انت تشوف كتير بعينك اللي يشوف كتير بعينه يقدر يوصل لحل اوبتيمم مرة واحدة، ما يقعدش يلف ويدور كتير حوالين نفسه.